هسه نرجع الهاردوير، فنشوف احنا مثل ما اتفقنا انه هو الهاردوير عبارة عن مكونات مادية وتتضمن عدد من الاليمنت او العناصر، اثنيناتهم الانسايد والاوتسايد مثل ما قلنا، لان هاردوير بي انترنال وبي اكسترنال. الانسايد والاوتسايد هي مجموعات الكمبيوتر. فهسه مثل ما تشوفون بهاي الصورة عندنا المروحة وعندنا السي بي يو، عندنا الفيديو كارت، الرامات، المذر بورد، الهارد، السي دي، دي في دي والى نجي على الانبوت. الانبوت هي اقدم شيء بالانبوت هو الكيبورد. فالكيبورد يستخدم بالديسكتوب بي سي اللي يكون هو اكسترنال، يعني عندي ليش دا يقول لك بالديسكتوب وباللابتوب. الديسكتوب هو شنو من يقول لك هو يكون خارجي. ليش الكيبورد خارجي؟ لانه الكيس اللي هو بي المذر بورد وبي السي بي يو بي رام الى اخره، وبعدين اكو فد سلوت بالجانب يتخلى، وهذا السلوت ايش راح يسوي لي؟ راح اقدر اخلي بيه كيبورد، اخلي بيه الماوس، فتعتبر وحدات خارجيه. بينما لما احنا بالنوتبوك، نوتبوك البي سي لا، هو بلت ان بالكيبورد نفسه، كيبورد موجود بالنوتبوك. فالكمبيوتر جرافيك ايضا نقدر هاي طبعا شنو هذا؟ هذا واحد من الانبوت، يعني ادخل بالانبوت بالكيبورد. عندنا الشيء الثاني اللي هو يسموه pointing device. pointing device انه هو احنا عندنا سطر من المعلومات، يعني الحاسبة تتعامل ويا اسطر اللي هي عبارة عن رو. فاحنا عندنا شنو الماوس؟ الماوس هو راح يكون على جماعة pointing device، وين ما اخليه راح ينسوي هاي التيك مالته. ايش راح تسوي لي؟ راح تنطي تسوي لي pointing على نقطة معينة، وتنطي السلكت للمكان او الانبوت او الى اخره، فهي انبوت من وحدات الانبوت. عندنا همينا التراك بول، يكون بالماوس اكو عندنا مثل البول، هاي البول من لما اقدر احركها فيسموها التراك بول. عندي التاتش باد، التاتش باد هذا اعتياد كلكم تعرفونه، والتاتش سنسيتيف سكن الشاشه. هسه عندنا الانبوت ديفايس مثل ما تشوفون بالصور، هذا الماوس شكله، وهذا الكيبورد، وهذا التراك بولد تراديشنال ماوس اوفن يوزد باي ذا جرافيك ديزاينر، دائما يستخدموها جماعه الجرافيك ديزاينر اللي هي بالتراك بول، لانه البرامج اللي هم يستخدموها تحتاج الى البول لغرض التاشير. ونرجع اكو بعد شغلات ثانيه بهاي الانبوت ديفايس، طبعا كلها هذه هاردوير. السكانر، السكانر عندنا راح تكون هي تكون converter into two file format that may be used with the PC. اوكي، تستخدم ويا البي سي لما احط صوره معينه او احط فد ورقه معينه اريد اسوي لها سكانر، تتحول من الانبوت الى داخل الحاسبه ويصير عليها البروسيس. التاتش باد تعرفونه، واللايت بانل اللي هو القلم الالكتروني او القلم الضوئي، والجويستيك كليتنا نعرفها بالالعاب الموجوده. نجي على البروسيس ديفايس. البروسيس ديفايس عندنا بي مذر بورد. المذر بورد هو عبارة عن يكون داخل الكمبيوتر، داخل الكمبيوتر بالبوكس اللي قلت لكم عليه. والبروسيس عندنا هو عبارة عن تشيب، اما يسموه تشيب بروسيس او يسموه سي بي يو. سي بي يو يعني وحدة المعالجة المركزية، الكنترول بروسيس يونت. هذه اما تكون هي تكون الكنترول مسيطرة على الوحدات اللي تقوم بها الحاسبة. الميموري هي تكون لغرض الستورج. الباس ايش عندنا؟ عندنا تشيبس، احنا هذا التشيب راح شي يصير بين راح شي يصير الباس هو اللي يكون الكونكتيف بين السيركت بورد. عندي بورد وبي بهوايه مثل ما يقول شنو، عندنا محتويات، عندنا قلت لكم عندنا الهارد، عندنا الرام، عندنا هاي الاشياءات، فعندنا لازم تنتقل البيانات بيناتهم، فيكون الباس. الشيبسيت هو الكنترول تشيبس اند سيركت بورد. هاي شكل البروسيس، شوفوها هذا سي بي يو، شوف هنا الشيبسيت شلون مأشر لك على، يعني هي نفس الوحده مال السي بي يو، هنا شوفوها، وهنا الميموري سولت، وهنا الشيبسيت مالتها شلون ويكون بيناتهم باس، وهنا شلون. نجي على الاوتبوت ديفايس. طبعا الاوتبوت ديفايس هي الانفورميشن لما تجي من الحاسبه او من تجي ورا وحده المعالجه المركزيه، راح تجينا وين تطلع لنا؟ تطلع لنا على المونيتر. والمونيتر هو يساعد الكوميونيكيتد وذ اوبريشن سيستم وذاوت مونيتر ودنت نو اف ذا او اس هاد ريسيفد اند اندرستاند انستراكشن اوف ذا ابلكيشن اند اكسبتد ذا داتا يو انبوت. انا دخلت الداتا،
أنا إيش مدريني صارت لها معالجة، وإيش مدريني إنه قبل إنه يعالجها، وإيش مدريني هي صحيحة غير أشوفها، وين أشوفها؟ أشوفها بالمونيتر. إذن إيش ده يقول لك هنا؟ بدون المونيتر كل شيء ما نعرف إنه إيش صار ما صار داخل ال operation، يعني العمليات اللي اتصارت عليه. عندنا الاوتبوت هو قلت لكم المونيتور اللي استخدمته نشوف المعلومات اللي تطلع لنا ونعرف انه هي الوحدات افتهمت ماذا يريد اليوزرز. البرينتر، هاي البرينتر كلكم تعرفوها انه هي حتكون الاوتبوت بس لازم يكون بالهارد كوبي. السبيك اما الستورج ديفايس يكون على شكل نوعيتين، هي نوعيه اسمها ريموفبل ونوعيه نون ريموفبل. الريموفبل يعني انه هي بسهوله تنمسح، والنون ريموفبل انه هي ماكو شيء ما ينمسح، بس هي تنمسح بس تبقى شنو بيك اب بها بالداخل، اوكي؟ فهي ما تنمسح نهائيا، تبقى بالشركه المصنعه للحاسب هي موجود عندها تخلي بيك اب. هذا البيك اب شو يسوي؟ كل الميموري المهمه طبعا تكون مخزونة بها، وأيضا هذا مثل ما تشوفها إحنا بالتليفونات هم عندنا من نمسحها تنمسح بالشكل، بس هي بالحقيقة موجودة بالأساس مالته بالستورج مالته، ونقدر نرجعها. أما الريموفبل هاي يسموها نون ريموفبل. أما الريموفبل، الريموفبل إنه أقدر أنا أمسحها مثلا على فلاش، على يو سي بي، على يو اس بي، على الأوبتيكال ديفايس مثل السي دي، دي في دي إلى آخره. كش قلنا يعادل 40 إلى 80 جيجا، يعني إيش قد 1.44 ميجا بايت. الكوست مالته كلش سبيد، كلش الكوست مالته العفو كلش. نجي على السي دي روم ديسك، هو السبيد مالته شوية أسرع من الفلوبي، شوية أسرع من الفلوبي لأنه الخزن مالته أعلى شوية، ويخزن around 650 ميجا بايت and more، والكاباسيتي مالته تكون مثل ما قلت لكم 650 ميجا بايت، والكوست مالته أيضا. نجي على الدي في دي، الدي في دي لا، الدي في دي يكون أسرع من السي دي روم لأن الكاباسيتي مالته همينة أكثر، مالته 17 جيجا بايت، والكوست مالته شويه اعلى. فطلاب عيني هذول اريد